السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقد عظم الإسلام شأن الصلاة ورفع مكانتها، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذه الصلاة هي أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة. فروى الطبراني في معجمه الأوسط من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، وهي الفارق بين المسلم والكافر. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال أيضا كما في صحيح الإمام مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذه الصلاة هي الحاجز بين العبد وبين المعاصي. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكان من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة كما في صحيح الإمام مسلم قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى كذلك الدارقطني في سننه ومالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤة المجوسي وحُمل إلى بيته وقد أغمي عليه، دخل عليه المسور ابن مخرمة وعبد الله بن عباس ورجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنكم لن تستطيعوا إيقاظه من هذا الإغماء إلا بأن تنادوا بالصلاة. فقالوا: يا أمير المؤمنين، الصلاة. ففزع عمر وقال: نعم، الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وصلى رضي الله عنه وجرحه يثعب دما. أيها الإخوة الأفاضل، من فضائل هذه الصلاة أنها تكفير للخطايا والسيئات. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درني شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. وهذه الصلاة نور للعبد في الدنيا والآخرة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة نور والصبر ضياء. وهذه الصلاة أو المسلم بهذه الصلاة والصيام يبلغ مقام الشهداء، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بني حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهد أحدهما قبل الآخر وتوفي الآخر بعده بسنة. قال طلحة بن عبيد الله الصحابي المشهور رضي الله عنه: فرأيت في المنام أن المؤخر منهما دخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت من ذلك فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة، أي صلاة سنة كاملة.
أيها الإخوة الأفاضل، هذه الصلاة يجب أن تؤدى في أوقاتها المحددة شرعا. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهي من أحب الأعمال إلى الله، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ومما جاء في الترهيب والتحذير من التخلف والتساهل في أداء هذه الصلوات في أوقاتها، قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض المفسرين: غيا واد في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا كلها لذابت. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني ملكان، أي في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، قال: فقال: انطلق انطلق، فرأيت رجلا مضطجعا وآخر قائم عليه بصخرة عظيمة، وإذا هذا الرجل القائم بالصخرة العظيمة يضرب هذا الرجل الذي على الأرض يضربه بالحجر على رأسه فيشدخ رأسه، فيقع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه من جديد، فيضربه للمرة الثانية، أو يفعل به في المرة الثانية كما فعل به في المرة الأولى. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الذي يعذب بهذه الطريقة الشنيعة ويضرب بالحجر على رأسه، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه، ومعنى يرفضه أي لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، وينام عن الصلاة المكتوبة. وهنا الشاهد في هذا الحديث، وفي هذا تحذير لمن ينام أو يتخلف عن صلاة الصبح أو صلاة العصر أو غيرها من الصلوات. وهذه الصلاة يجب أن تؤدى في بيوت الله تعالى. قال سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية الكريمة. فبينت الآية الكريمة وجوب صلاة الجماعة في حال الحرب، ففي حال السلم من باب أولى. بل جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آم رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال أهل العلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما هم بذلك إلا أن هؤلاء المتخلفين عن صلاة الجماعة قد ارتكبوا ذنبا عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. بل جاء في صحيح الإمام مسلم حديث ابن أم مكتوم الأعمى عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وأنا رجل أعمى، والطريق هوام وسباع، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فماذا قال له الرؤوف الرحيم بأمته؟ قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: فإني لا أجد لك رخصة. وجاء في فضل المحافظ على هذه الصلوات في بيوت الله عز وجل في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. ومن دخل المسجد فقد حل ضيفا على ربه، فلا قلب أطيب ولا نفس أسعد من هذا الضيف الذي حل في بيت ربه سبحانه. روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. وهذا بما يحصل في قلوبهم في الدنيا من الاطمئنان وانشراح الصدر ونعيم القلب،
وفي الآخرة بما عد لهم من الكرامة والنعيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.